وللحديث عن تفاقم معاناة سكان الموصل في ظل أزمة السكن ما يمنع عودة النازحين، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله، تحياتي لكم ولكل المشاهدين الكرام. حياك الله. رغم مرور أكثر من 6 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، مشاهد الدمار ما زالت حاضرة. هل من تفسير يمكن أن يقنع المواطن بشأن تباطؤ إعمار المدينة؟ حقيقة هناك عدة عوامل لعدم إعادة إعمار مدينة الموصل، ولكن هناك محورين رئيسيين هم الذين يمنعون إعادة إعمار المناطق المدمرة وخاصة الجانب الأيمن من مدينة الموصل. المحور الأول هو الحكومة المحلية، والمحور الثاني هو الحكومة المركزية. هناك إجراءات بيروقراطية قاتلة، وهناك عراق راقيل كثيرة تضعها الحكومات المحلية والمركزية لعدم إعادة بناء هذه المناطق المدمرة والمحارية القديمة والبيوت المتحركة والمناطق في قلب المدينة القديمة. أول تلك العراقيل الحقيقة هو عدم وجود جدية أو حوافز لإعادة إعمار تلك المنازل. الحكومة المحلية والمركزية لم تبني دارا واحدا في مدينة الموصل. لدينا هناك الحقيقة إجراءات معقدة تفرضها الإدارة المركزية، التصريح الأمني، التدقيق الأمني. تخيل سيدي الكريم بأن كل عائلة عليها تدقق مساءلة وعدالة، وكل عائلة عليها أن تدقق أيضا من ناحية الإرهاب، حتى لو كان الشخص عمره أيام أو أسابيع. وكل معاملة خلال أسبوعين التدقيق الأمني يسقط ويجب أن يعاد مرة أخرى، وهذه بيروقراطية قاتلة لم تستطع الحكومات المتعاقبة في الإدارة المحلية منذ 6 سنوات والحكومات المركزية رفعها. هناك قرار جديد صدر من رئاسة الوزراء ولكن لا يشمل المساءلة والعدالة، فقط التدقيق الأمني، وهذا أمر مؤسف ومؤلم. وهنا الحديث عن عشرات الآلاف من العوائل التي يجب أن تعيد بناء منازلها وتستطيع العودة إلى مناطقها التي هجرت منها. سكان الجانب الأيمن يضطرون للسكن في إيجارات بسبب دمار منازلهم وتعطيل استلام التعويضات، ما أثر ذلك على وضع آلاف من سكان المدينة؟ سيد الكريم، الكل يعلم بأن بالعراق هناك طبقتين، طبقة الموظفين وطبقة الكادحين وهم الأغلبية. هذه الطبقة الكادحة تأثرت كثيرا بالإجراءات الاقتصادية وصرف الدولار، كذلك في مسألة الماء والكهرباء ووضع شروط جديدة وتعجيزية ورفع إجور المولدات إلى آخر من الأمور. وإحدى أهم المسائل هي إثقال كاهل المواطن برفع الإيجارات وسكنه خارج منازله وعدم تعويضه وعدم إعادة مناطقه. لذلك تجد أن هناك الكثير من العوائل حقيقة تعاني بشكل كبير. إضافة أن مدينة الموصل سيد الكريم منذ عام 2001 ولحد الآن لم تقر التوسعة العمرانية. تخيل مدينة عدد سكانها في داخل المدينة 2 مليون إنسان، منذ عام 2001 لم تقر الحكومة المركزية توسعة عمرانية، الآن تفكر بالتوسعة العمرانية بعد 20 سنة. هذا أمر يعني يقودنا للتفكير بأن الحكومة المحلية أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية غير جادة بوضع آليات ممكن أن تساعد في تخفيف السكن وزيادة عوائل وانشطار تلك العوائل وكبر الأبناء وفتح بيوت جديدة، كذلك أعمار المدينة القديمة، وكذلك التخفيف عن الشباب الذين لا يستطيعون الزواج الآن وفتح عوائل وكثير من المشاكل الاجتماعية أفرزت هذه الحالة، والتي أعتقد بأن الحكومتين المحلية والمركزية سبب رئيسي في عدم معالجة هذا الملف. نعم، محافظ لينا واعترف بوجود جهات متنفذة تستحصل عمولات من المشاريع في المحافظة، كيف تسبب ذلك برأيكم في تعطيل الإعمار وهروب الاستثمارات التي كانت لربما ستوفر فرص معيشة جديدة لسكان المدينة؟ المحافظة الحزبية وهناك أحزاب من خارج محافظة نينوى هي التي تسيطر على كافة دوائر محافظة نينوى وتسيطر على كافة المرافق، والقرار السيادي في محافظة نينوى هي من تستحوذ على هذه النسب وتستحوذ على هذه المشاريع وتستحوذ على تلك الدوائر. وكل العقود التي تبرمها الدوائر والمحافظة وديوان المحافظة الحقيقة هناك نسب تذهب
ثابتة لأشخاص متنفذين وسياسيين وميليشيات، كذلك إلى أحزاب من كافة المحافظات العراقية تستولي على مقدرات محافظة نينوى. وهنا الحديث عن مئات المليارات في 6 ميزانيات مختلفة تتلقاها محافظة نينوى، والدليل أن هناك 6 سنوات من صرف ميزانيات بمئات المليارات أو تريليونات لحد هذه اللحظة لم يبنى في مدينة الموصل مستشفى واحد أو جسر واحد أو يعاد إعمار مطار المدينة الوحيدة. هناك جزرات وسطية وإنارة وبعض النافورات وبعض الباركات، وهذه لا تغني ولا تسمن ولا تلبي الحد الأدنى من متطلبات أبناء مدينة الموصل وأبناء محافظة نينوى. حتى في المناطق الأخرى في القرى هناك مشاكل كثيرة من ضمن السكن، من ضمن الخدمات أو البنى التحتية التي ما تحتاجها مدينة الموصل، علما بأنها تعني أكبر مدن العراق بعد العاصمة العزيزة الحبيبة بغداد. بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق لويس رافائيل ساكو اتهم صراحة الميليشيات بتهجير المسيحيين من سهل نينوى، لمصلحة من إحداث التغيير الديموغرافي في محافظة نينوى؟ بدون شك أن المسيحيين هم السكان الأصليين في محافظة نينوى، وهم أبناء مدينة الموصل أيضا الأصليين. تعايش المسلمين والمسيحيين بعد فتح مدينة الموصل منذ 1400 عام، لكن يبدو بأن إفرازات الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني الآن والميليشيات الولائية أفرزت حالة غريبة جدا، هي سيطرة السلاح المنفلت على مقدرات هذه المدينة. ليست في الحقيقة فقط المزيدين تعرضوا، أبناء المدينة الموصل العرب السنة تعرضوا، المسيحيين في سهل نينوى تعرضوا، كل المكونات الأكراد تعرضوا إلى التهجير أيضا. وهنا لا يجب أن نعلم جيدا، هناك سلاح منفلت فإذا هناك عمليات تهجير. الحكومات هي من ترعى هذا السلاح المنفلت، هي من شرعت وجود ميليشيات تحت غطاء الحشد الشعبي، هي من شرعت وجود جهات فوق القانون، جهات تقتحم المحاكم، جهات تفرض على القضاء. وهذا ليس تصريح خاص في مدينة الموصل فقط، وإنما في كل المحافظات العراقية، ولا ربما قائد أو عراب الميليشيات الأول حادي العامري ذكر ذلك في مقابلات سابقة وقال نحن قمنا بالضغط على القضاء. ورئيس المجلس القضاء الأعلى قبل أيام صرح أيضا بأن القضاء تعرض إلى ضغوط، فإذا الكل يمارس هذا الضغوط على كافة المكونات وكافة شرائح المجتمع في داخل محافظة نينوى وخارجها. وهذا واقع حال مؤسف في داخل العراق، كونها حكومة سلاح منفلت وحكومة ميليشيات من تحكم الآن. نعم، الصحفي والإعلامي العراقي زياد السنجري كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.